الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، أخواتنا الفاضلات الكريمات، ربنا يبارك فيكم، ربنا يحفظكم، ربنا يسددكم، ربنا يستعملنا ولا يستبدلنا، ربنا يستخرج منا ما يرضيه عنا، ربنا يقمنا على مراده منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. شمين ريحة حاجة يا جماعة، حد منكم متنسم رائحة العشر من ذي الحجة ولما فصلت العير؟ خلاص يا اخوانا، فصلت العير بتاعت عشر ذي الحجة، والايام اصبح عليها هذه الايام المباركة اعظم 240 سنة في اعظم 240 ساعة في السنة، اصبح بيننا وبينهم خلاص ايام قليلة. يوم الخميس الجاي ان شاء الله واحد ذي الحجة، يعني هتبدأ عشر ذي الحجة من مغرب الاربعاء، يعني بأذان مغرب الاربعاء اللي جاي تبدأ اول ليلة من الليالي العشر التي اقسم بها الله، قال تعالى وليالي العشر، جمهور المفسرين انها العشر من ذي الحجة، قال تعالى ويذكر اسم الله في ايام المعلومات، جمهور المفسرين انها العشر من ذي الحجة، قال تعالى واتمناها بعشر، المفسرون انها عشر ذي الحجة، قال جمهور العلماء على ان عشر ذي الحجة نهارها اعظم عند الله من نهار العشر الاواخر من رمضان، وتكلموا في فضل وعظمة الليل فيه. كلاهما اخواني واحبابي في الله، يعني عايزين نبدأ ننتبه في الدرس بتاع الليلة بالذات، لان الدرس بتاع الليلة ده ممكن يمثل بالنسبة للي ربنا هيشرح صدره للايات والاحاديث اللي هنتكلم عنها دلوقتي، ممكن يمثل مسار جديد في حياتك. يعني ايه مسار جديد في حياتك؟ يعني فاكرين كده اول مرة سمعنا عن رمضان بقى مسار في حياتنا، بقى رمضان ده حاجة من قبلها بثلاث شهور يبدأ نبض قلبنا يزيد بقى، ونبدأ نفكر هنعمل ايه، هنبذل ازاي، هنستعد ازاي، كيف نستعد رمضان، كيف نستقبل رمضان، كيف نقتنص رمضان، كيف نودع رمضان، ماذا بعد رمضان، ماذا قبل رمضان. خلاص بقى في تعظيم داخلي لهذا الموسم وادراك لقيمته. عشر ذي الحجة لازم نكافح يا اخواني، لحد ما الدنيا كلها، لحد ما امة محمد من مشارق الارض المغاربة باذن الله تدرك يعني ايه عشر ذي الحجة. انت عارف يعني ايه الليالي العشر؟ انت عارف يعني ايه عشر ذي الحجة؟ تسونامي العشر، تسونامي العشر، هو ده الموضوع اللي هنتكلم فيه مع بعض الليلة بإذن الله. تسونامي، تسونامي ده زلزال رهيب لما بيجي مفيش حاجة هتقف قدامه، هو ده المعنى اللي هنتكلم عنه الليلة. تسونامي العشر، عشر ذي الحجة ده زلزال، زلزال للقلوب اللي ماتت، اللي نامت، اللي احبطت، اللي يأست، اللي اتملت شهوات وشبهات، زلزال على القلوب، عشان بعد السنين اللي فاتت الصعبة اللي حفرت في قلوبنا كلنا علامات من الاسى والحزن، ازاي ان القلوب دي تروق تاني؟ زلزال على الشهوات والشبهات في القلوب. تسونامي العشر، زلزال على الذنوب، ازاي انها تنسف الذنوب من حياتنا ومن صحفنا باذن الله، ما تخرجش غير والذنوب ماخده تسونامي هداها. تسونامي العشر، زلزال على الشيطان. خدوا بالكم يا جماعه ان في عشر الاواخر من رمضان الشياطين صفدت، انما عشر ذي الحجه الشياطين لا تصفد، يعني في معركه حقيقيه بيننا وبين الشيطان في الايام القادمه دي باذن الله. زلزال على الشيطان، زلزال على العجز والكسل، زلزال على ضعف الهمة اللي عند الاخوة والاخوات، اللي عند الشباب والبنات، مش قادر اتوب يا عم الشيخ، مش قادر اقوم الليل، مش قادر ان انا اجمع ما بين الدعوة والعبادة، مش قادر ان اطلب علم، مش قادر، الشكاوى كتير والرابط ما بينها كلها كلمة مش قادر.
زلزال على ضعف الهمة وضعف العزيمة. ازاي ان احنا نخرج منها بعزيمة تانية، بهمة تانية، بوجهة تانية، بارادة تانية باذن الله. لو استقمنا في الايام دي هتخرج منها انسان تاني. عشر ذي الحجة دي صناعة ربانية، الانسان اللي هيستقيم فيها هيخرج غير ما دخلها، زي ما موسى خرج منها. شوف خرج منها بايه، شوف ابراهيم خرج منها بايه. زي ما هنتكلم تسونامي العشر، زلزال على امراض الامة، زلزال على اهل الباطل. هم اهل الباطل ممكن الموسم ده يزلزلهم؟ ده احنا هنبقى بنعبد ربنا باذن الله، هنشوف الزلزال عليهم ازاي. زلزال على الفشل يلي رمضان راح عليك، يلي رمضان ضاع عليكي، يلي المواسم اللي فاتت راحت عليك، يلي انت اول مرة تستقبل موسم من مواسم العبادة وحاسس ان في كتير قوي راح عليك، حاسس انك اتسبقت، حاسس ان في كتير سبقوك، حاسس ان صاحبك اللي التزم قبلك بسنة او بسنتين يا حصلوا ده ازاي. زلزال على الفشل وعلى التأخر، تسونامي العشر. يا جماعة من فترة في المنصورة هنا راجل يعني رب اسرة معهوش غير 10 جنيه، مراته قالت له يعني العيال جعانين هيموتوا من الجوع والراجل فقير جدا، انزل هات لنا ازازة زيت وكيلو بطاطس نعمل لهم اي حاجة. فالراجل نزل قاعد يمشي مش عارف يروح فين، هيعمل ايه؟ لو جاب ال10 جنيه زيت مش هيجيب البطاطس، ولو جاب البطاطس مش هيجيب الزيت، ولو جاب الزيت والبطاطس هيعمل ايه بكرة؟ وهيفطروا منين؟ يعني سبحان الله لما الشيطان يدخل للبني ادم وصل لكوبري طلخة، فضل يمشي على كوبري طلخة يقول الزيت غلي والاكل غلي، الدنيا غلت، كل حاجة غلت، الزيت غلي والسكر غلي، وهو ماشي على الكوبري وصل للحظة يأس، ام باصص للمية نط من على الكوبري وقع انتحر، قتل نفسه عشان 10 جنيه، عشان 10 جنيه. انتوا عارفين يوم القيامة لو كان ينفع ان الانسان ينتحر كان كام من البشر انتحروا يوم القيامة؟ لو كان ينفع ان الانسان يقتل نفسه، لو كانت روح الانسان بايديه كان كام واحد انتحر يوم القيامة؟ ده مش 10 جنيه، ده مصير، ده مصير جنة ولا نار، مصير. عايز اقولك ان يعني ان اللي انتحر عشان 10 جنيه في الدنيا ده لو واحد وقفه ولسه بيرمي نفسه من على الكوبري قال له تعال، قال له ايه؟ قال له انا عندي لك عقد عمل. عقد عمل؟ انا عندي لك عقد عمل، هتشتغل 10 ايام، شهر، شهرين، بمليون جنيه. الراجل هيوطي يبوس حذائه، الراجل هيوطي يبوس الحذاء بتاعه. ليه؟ لانه هو ده انقاذ لحياته. تخيل بقى احنا ممكن نقف على حسنة يوم القيامة، حسنة يوم القيامة. طب تعالى بقى عيش بقلبك معايا مع اقوال الصحابة واقوال اكبر علماء السلف في 10 ذي الحجة. تفرق معنا قد ايه؟ تخيل واحد في مجاعة يوم القيامة عشان حسنة، وواحد جه قال له ياه انت عارف 10 ذي الحجة اللي انت كنت مضيعها كل سنة؟ انت عارف الليالي العشر اللي انت كنت مضيعها كل سنة؟ انت عارف ايه؟ انت تعرف ان ابن عباس رضي الله عنه قال ان الحسنة فيها ب700 ضعف وهو واقف يوم القيامة؟ ايه يعني كانت صفحة القرآن ب700 صفحة؟ ده ختمة القرآن كلها 600 صفحة. يعني كان ختمة القرآن ب700 ختمة؟ يعني كان قراية صفحة قرآن في 10 ذي الحجة اعلى من ثواب ختمة قرآن براها. يا ندمي تعالى، انت تعرف ان ابن عمر قال عن 10 ذي الحجة ان عمر في 10 ذي الحجة احب الي من عمر في رمضان؟ عمرة رمضان اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال عليها انها تعدل الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ابن عمر بيريد انه يوصل لك ان الاعمال كانت بتضاعف في هذه الايام قد ايه. يعني تخيل التسبيحة اللي ب10 حسنات بقت ب7000 حسنة، كلمة الحمد لله اللي ب10 حسنات بقت ب7000 حسنة، حرف القرآن اللي ب10 حسنات بقى ب7000 حسنة. يا ندمي. وتلاقي واحد يجي يقول لك انت تعرف ان ابن رجب الحنبلي رحمه الله قال لك ان مضاعفة حسنات فرائض 10 ذي الحجة اعظم عند الله من مضاعفة فرائض 10 رمضان او رمضان. يعني صلاة الظهر في 10 ذي الحجة اعظم في الثواب من صلاة الظهر في رمضان. قال له انت تعرف وان مضاعفة حسنات نوافل 10 ذي الحجة اعظم عند الله من مضاعفة حسنات نوافل رمضان؟ يعني قيام الليل في 10 ذي الحجة ممكن يبقى اعلى من قيام الليل في رمضان، الا ما كان من ليلة القدر طبعا. يعني ختمة القرآن في 10 ذي الحجة اعظم عند الله من ختمة القرآن في رمضان.
يا راجل. ايوه يا حبيبي، انا بقول لك جمهور المفسرين وجمهور العلماء، انا بقول لك كلام علمي عشان تعرف ان من العلماء من قال ان الصدقه في عشرة الحجة اعظم عند الله من الصدقه في رمضان. يعني انت بتتعامل مع موسم مفيش فيه هزار يا جماعه، يا اخوانا زلزال، يا اخوانا تسونامي العشر، زلزال طوفان حسنات هيغرق كل السيئات. ربنا بعتهولك، ربنا بعتهولك، اوعى تضيع الفرصه دي، اوعى تضيعي الفرصه دي. زلزال العشر، يعني تخيل كمان ان قتاده بيقول ان الصيام اليوم في 9 ذي الحجه، لان اليوم العاشر اللي هو يوم العيد اللي اول يوم في العيد الكبير ده اليوم العاشر اللي هو اعظمهم، ان ما ينفعش يتصام، فصيام 9 از اجر اليوم بسنه، باجر سنه عباده، يعني يتحط في ميزانك 9 سنين عباده، 9 سنين عباده. اخوانا العلماء الامام الاوزاعي قال لك ان اجر عباده اليوم باجر غزوه في سبيل الله، يعني تخرج بعشر غزوات في ميزانك في سبيل الله. صدق او لا تصدق ان انت قدامك فرصه ان انت تنجو من كل اهوال الاخره لو فزت بالعشر ايام دول. يعني سبحان الله، الواحد لما بيتدبر بيقول يبقى معظم اهل الجنه هيدخلوا بسبب الايام ده، بسبب الايام اللي زي رمضان وزي عشر ذي الحجه، وبسبب الابتلاءات اللي الناس بتنفر منها وكرهاها. والا يا جماعه فحياتنا كلها ذنوب في ذنوب، ربنا يعفو عنا باذن الله سبحانه وتعالى. تسونامي العشر، زلزال في القلوب، زلزال في القلوب. ازاي العشر ايام دول عايزينهم يبقوا زلزال في قلبي وقلبك وقلبك؟ عايزين يا جماعة قلوبنا تتزلزل، عايزين يا جماعة نتعرض لشحنة ايمانية تزلزل الشهوات والشبهات اللي جوه قلوبنا وتطهر قلوبنا. انت قلبك ده مكان معركة، مكان معركة بينك وبين الشيطان. خد بالك لما الشيطان، لما انت بتعصي الشيطان بيضحك عليك في معصية، بينكت في قلبك نكتة سوداء. يعني ايه نكتة سوداء؟ يعني مستوطنات شيطانية جوه قلبك، يعني منطقة محتلة جوه قلبك الشيطان رفع رايته السوداء عليها، يعني معسكرات شيطانية الشيطان احتلها جوه قلبك. طب والحتة اللي من قلبك اللي لسه ما تحطش فيها النكت السوداء، اللي لسه بيضاء، ديت الاماكن المحررة اللي لسه الشيطان ما سيطرش عليها. يبقى انت عشان تبدأ تسترد الحتة اللي اتخذت من قلبك لازم تعمل ايه؟ لازم الاول تنطلق من الاراضي المحررة. ايه الحتة اللي لسه سليمة في قلبك؟ ايه العبادة اللي لسه حبيبة لقلبك؟ ايه الحتة اللي لسه قلبك متعلق بها في العبادة؟ ايه؟ قراءة القرآن، قيام الليل، الصيام، الصدقة. انطلق في معركة تحرير قلبك من الحتة السليمة من قلبك، من العبادة اللي لسه بتحبها. دي اول حاجة هنبدأ بيها في العشرة يا جماعة، العبادة اللي ربنا حبب قلبك ليها وحببها لقلبك. الحاجة اللي بعد كده ان الشيطان له جيوش، والشيطان عامل دوريات مستمرة عشان ما يحصلش تحرير للاماكن المحتلة في قلبك وقلبك. ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، دوريات مستمرة عشان الاماكن المحتلة لا تحرر ابدا، زي اليهود وهم عاملين دوريات مستمرة في الاراضي المحتلة عشان ما حدش يفكر ان هو يقاوم هذا الاحتلال. طب واللي بيحصل ايه؟ الجيوش بتاعتك ايه؟ جيش من غير دبابات هيتهزم حتى لو معاه اقوى سلاح طيران في الدنيا، جيش من غير طيران هيتهزم حتى لو معاه اقوى جهاز مشاة في الدنيا. العسكري بيحط له خنجر كده في البنطلون بتاعه في جنب البنطلون، الخنجر ده قيمته ايه وسط الرشاشات؟ عشان لو حصل التحام بينه وبين جندي من الاعداء الخنجر ده هو اللي بيخلص الموضوع. يبقى الخنجر اللي ملوش قيمه في لحظه من اللحظات بيبقى حياه وموت بالنسبه له. ده اخف سلاح ولكن اخطر سلاح ساعة الالتحام. يبقى ساعة الالتحام مع الشيطان، ساعة التحام الجيش بتاعك مع جيش الشيطان في عشر ذي الحجة، وانت بتحاول تحرر قلبك، وانت بتحاول تعمل تسونامي على الشهوات والشبهات اللي الشيطان زرعها في قلبك، لازم تاخد بالك من السلاح الخفيف بتاعك. اخف سلاح واخطر سلاح ساعة الالتحام هو ايه يا جماعة؟ الذكر. الذكر، ذكر الله. لازم تكمل الاسلحة بتاعتك، ما ينفعش انك تنزل وانت الاسلحة بتاعتك ناقصة. قلبك ضايق الايمان ولا لا؟ مستعد ولا لا؟ لازم في الخمس ايام اللي قبل عشر ذي الحجة تكمل الاسلحة اللي هتنزل بيها المعركة عشان تقدر تنتصر باذن الله. بعد كده كل معركة لها خسائر، اوعى الخسائر بتاعتك في معركة تحرير قلبك في عشر ذي الحجة انك تخسر ربنا، اخسر الدنيا، اخسر اي حاجة،
اخسر اي شيء الا انك انت تخسر ربنا. اوعى تستسلم، اوعى ترفع الرايه البيضة، اوعى تقول مشغول يا رب وتخرج من العشرة قلبك محتل زي ما هو. اوعى تخرج قلبك بعد العشر زي قلبك قبل العشر. لازم نخوض المعركة دي يا جماعة، دي اكبر معركة هناخدها، وكل واحد مننا معاه سلاح الالتحام بتاعه اللي هو ذكر الله، فهي ايام ذكر لله سبحانه وتعالى. بعد كده الشيطان هيحاربك. وهتفتكر الفرق ما بين عشر ذي الحجة ورمضان ايه يا جماعة؟ حد يقدر يقارن ما بين اعظم موسمين عبادة؟ ايه الفرق بين عشر ذي الحجة ورمضان؟ اول حاجة ان رمضان 30 يوم، دول 10 ايام، يعني رمضان كان يحتمل الفطور، الايام دي لا تحتمل الفطور، لازم تكون جاهز وقلبك مشحون من قبلها. تاني حاجة ان رمضان الشياطين مصفضة فيه، فانت ما بتواجهش غير نفسك، انما عشر ذي الحجة الشيطان متجنن فيها، شقى عمره بيتحرق كله في 10 ايام، بالذات يوم عرفة، فالشيطان متجنن فيها، فانت بتواجه معركة حقيقية، فانت لازم تستعد لمواجهة الشيطان، لازم تستعد ان يبقى في تسونامي تدمر ابليس، تدي الابليس صفعة زي اللي ادم اداها الابليس كده، ما فقش غير بعد 1000 سنة، ما بدأش يضل البشرية غير بعد 1000 سنة. يبقى اذا الشيطان مش هيسكت، الشيطان هيحاول ان هو يحتل قلبك. قلبك ده عامل زي الحصن، الحصن ده له ابواب كتير، لو 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 باب حصن واحد اتفتح العدو هيدخل ويحتل الحصن كله. يبقى مفيش حاجة اسمها ان مفيش مشكلة ان انا اعمل حاجتين واسيب حاجتين، اللي انت هتسيبه هيبقى باب مفتوح عدوك هيدخل منه. ايه ابواب الحصون بتاعت القلب؟ ورد القرآن بتاعك باب من ابواب الحصون، لو اتفتح الشيطان هيدخل منه. لو سبت القرآن، لو سبت القرآن ذكر الله وورد الذكر بتاعك، لو اتفتح الشيطان هيدخل منه. تكبيرة الاحرام والصلاة على وقتها باب حصن، لو اتفتح الشيطان هيدخل منه. خد بالك، حصن حصونك كويس قبل 10 ذي الحجة، لم اوراقك، رتب ورقك، رتب بنودك، رتب اولوياتك، حدد خطتك. يا رجالة احنا داخلين معركة بعد 5 ايام، داخلين معركة تحرير القلوب من المستوطنات الشيطانية اللي ابليس ملاها بالشهوات والشبهات. يا رجالة ابليس محتل قلبك وقلبك، ولازم نخوض معركة التحرير، ولازم نكون مجهزين اسلحتنا، ولازم نفهم ان مفيش معركة من غير تعب. مستعدين تتعبهم؟ مستعدين تتعبوا عشان قلوبكم ترجع تاني طهرة نظيفة ليس فيها الا الله. خدوا بالكم الشيطان هيحاربك، هيحاول يفتح اي باب في الحصن بتاع قلبك عشان يدخل ويحتله. اوعى تستسلم، معركة يا جماعة مفيش اي مفر من ان احنا نخوضها. زلزال، تسونامي، زلزال على قلبك، زلزال على الشهوات والشبهات جوه قلبك. عشان كده ربنا بيقول للنبي عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك. تعرف منين؟ تعرف منين الفتحة هيجي على ايد ده ولا على ايد ده ولا على ايد ده؟ تعرف منين ده اللي هيستعمل بكرة في الدعوة ولا ده ولا ده؟ تعرف منين؟ وما يدريك، رب الكل اهتم بالكل، وما يدريك لعله يزكى او يتذكر. بس انا يا رب مش قضيتي الاولى، مش اخطر حاجة ما بتنامنيش الليل ان هو يزكى او يتذكر، مش اخطر حاجة ان هو يلتزم يا رب وقلبه يتطهر من الشهوات، مش اخطر حاجة انه يعبد. امال اخطر حاجة يا محمد يا ابن عبد الله؟ انه يشتغل، انه يشيل دين يا رب، ان دول كلهم يطلعوا بكرة رجالة يشيلوا ثغور الدين يا رب. ما تخافش، لو نضف من جوه هستعمله في كل حاجة، ما تخافش، المهم ان قلبه ينضف، لو قلبه نضف هستعمله، هستعمله. يبقى فتنفعه الذكرى. اخواني واحبابي في الله، اول زلزال في 10 ذي الحجة زلزال القلوب، زلزال على قلبي وقلبك. اوعى تتوانى، ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم. تربصتم، التربص انك انت وقفت مستني، مش عايز تاخد قرار، عارف انك بتنزل وعارف انك بتنزلي ومش عايز تاخد قرار، عارف ان عاطفة هم الدين جواك بردت، عارفة ان حزنك على المعاصي اللي انت قعدت بتقع فيها بردت، عارفة انك كنت في الاول لو جزء من جسمك بان او قماش النقاب خفيف او عينيك بانت او شيء من الكحل اللي كنت حطاه امبارح لسه اثاره باقية في عينيكي، لا يمكن تتجنني لو حد لمح فيك اي ملمح. النهاردة عدت بتمشي وانت متنازلة عن كتير من حجاب امهات المؤمنين،
ومفيش مشكلة في قلبك، مفيش حاجة بتجرح قلبك. قعدت بتصحى تلاقي الفجر ضاع عليكم انت زعلان، قعدت بتصحى تلاقي الظهر راح عليكم انت زعلان، قعدت بتنزل في الركعة الثالثة ولا الرابعة ولا تلحق الجماعة الثانية ولا الثالثة وما انت زعلان. تربصتم وقفت ما رضيتش تاخد قرار انك لازم تقف مع دينك، كانت النتيجة وارتبتم بدأت تشك. ما عدتش انت الاخ بتاع امبارح، اعمل ايه؟ عايز اتربى، عايز اوصل لربنا، عايز اصلح قلبي. كل الكلام ده شكيت فيه، كل الكلام ده ما عادش عندك ثوابت، ما عادتش دي اهدافك، ما عادتش دي طموحاتك. لو فضلت ساكت على دينك وهو بينزل، لو فضلت ساكت على دينك وهو بينزل، انت حرة تسونامي العشر. زلزال، زلزال على الذنوب يا جماعة، زلزال على الذنوب. ازاي يا جماعة؟ عبادة واحدة بس اللي هي الصيام، وهي مش افضل عبادات العشر، الذكر هو افضلها. في يوم واحد بس اللي هو عرفة، وهو مش افضل ايام العشر، يوم النحر افضلها. عبادة واحدة بس، في يوم واحد بس تكفر ذنوب سنتين لشاب قاعد يعصي ربنا سنتين للنهار، وبالعبادة دي ربنا يكفر له الذنوب دي ان ربنا قابل سبحانه وتعالى من عنده. امال باقي العبادات في باقي الايام ربنا يعمل لنا بيها ايه في ذنوبها؟ زلزال على الذنوب، زلزال على الشيطان. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك ما رؤيا الشيطان اضحر ولا احقر منه يوم عرفة. خارج قلبه مولع يوم عرفة، ويوم عرفة الليلة اللي بعده على طول ليلة الايه؟ ليلة العيد. اكتر ليلتين بيعصى الله فيهم في السنة هما اول ليلتين بعد اكبر موسمين عبادة، بعد رمضان وبعد عشر ذي الحجة، ليلة العيد الصغير وليلة العيد الكبير. عرفات الناس قاعدة في المساجد تعيط، وبالليل الشوارع تتقلب مخدرات وخمور. ازاي يا جماعة؟ ازاي؟ عايزين المرة دي تبقى تسونامي على الشيطان، عايزين المرة دي ندمره، عايزين المرة دي نقهره، عايزين المرة دي ليلة العيد كلنا ننزل نكلم الناس في الشوارع عن ربنا، عايزين في الخمس ايام اللي باقيين قبل عشر ذي الحجة نعرف الدنيا كلها. ورق زي ده اهو، او اي ورق تاني عن عشر ذي الحجة ننشر في الدنيا كلها، ننزل لكل القهاوي وكل النوادي وكل الاماكن نعرف الناس القضية، نعرف الناس خطورة القضية دي. ورقة عقد عمل بتاعت عشر ذي الحجة وفي ورق غيرها، نعرف الناس خطورة القضية. يا جماعة الشيطان ان شاء الله ما ينتصرش علينا المرة دي، يبقى عشر ذي الحجة ده تسونامي على الشيطان. عشر ذي الحجة يبقى زلزال على ضعف العزيمة. اللي يعرف قيمة الايام دي يعرف انها تستاهل انك تعرق عشان ربنا سبحانه وتعالى، عشان ربنا تعرق. يا جماعة اللي هيعرق في الدنيا عشان ربنا ما هوش هيعرق يوم القيامة في ارض المحشر. يا جماعة اللي عرقوا يوم القيامة في ارض المحشر لانهم ما عرقوش في الدنيا عشان ربنا وعشان عبادته وعشان دينه. لو على قد ما هتعرق في الدنيا عشان طاعته، على قد ما العرق بتاعك هيقل يوم القيامة. اللي يعرف قيمة عشر ذي الحجة يعرف انها ايام تستاهل دمك مش ايام تستاهل عرقك. والله اخواني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لهم ان ثواب العبادة فيها اكبر من ثواب الجهاد، قال لهم الا ان يعقر جوادك ويهريق دمك. يعقر الجواد الاول، واحد على فرس دبحوله الفرس بتاعه مجراش، فضل يقاتل وهو فارس بلا جواد لحد ما دبحوه هو كمان، راح منه كل حاجة يملكها في الدنيا، ولكن كسب انه في اعلى جنات الخلد في جوار الله في الفردوس الاعلى. اللي يعرف قيمة عشر ذي الحجة يعرف انك انت لو انفقت مالك كله فيها والله ما هو كفاية. يا جماعة اخواننا من فطر صائما فله مثل اجره، الصايم في يوم عادي اجره صيام يوم عادي، والصايم في رمضان اجره يوم من رمضان، والصايم يوم عرفة اجره تكفير سنتين، والصايم في عشر ذي الحجة اجره ان صيام اليوم باجر عبادة سنة. اللي يعرف قيمة عشر ذي الحجة يطلع نص ماله تفطر صايمين في عشر ذي الحجة اللي في التسعة الاوائل. يعني اللي يعرف القيمة بتاعت الايام دي يعرف انها تستاهل انك تضحي بدمك، انك تضحي. الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله، ده رواية تانية عن النبي عليه الصلاة والسلام، مخاطرة انك انت تخاطر بحياتك عشان تقدر تعبد ربنا في هذه الايام. تخاطر لو عبادتك هتحتاج مخاطرة، خاطر عشان ثواب عشر ذي الحجة في هذه الايام.
تسونامي العشر، زلزال يا جماعة، زلزال على أهل الباطل اللي قاعدين حرقين دمنا بالكلام ضد ثوابت الشريعة في التوك شو، واحنا مش عارفين نرد يعني، بس ما يفتكروش ان ربنا مش قادر عليهم، ربنا قادر عليهم، وهتشوفوا ان ربنا قادر عليهم، وهنشوف كلنا. وقل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم اعلم في خلق ركبوه ان عاملون، هنشتغل في الدعوة، بس احنا امكانياتنا الاعلامية اكبر منكم اليوم مرة، ماشي انتظروا ان منتظرون، احنا مش قادرين نعمل لكم حاجة، بس موقنين ان ربنا لا يمكن هيسيب الوضع كده ابدا، لا يمكن. عشر ذي الحجة صفعة على وجه اهل الباطل امتى؟ لما نشتغل في الدعوة في الخمس ايام اللي جايين، عشان هقول لكم البرنامج بتاعنا في العشر ان شاء الله باذن الله في اخر الدرس النهاردة، هقول لكم على البرنامج اللي هنعمله مع بعض في عشر ذي الحجة ان شاء الله باذن الله، هقول لكم على برنامج تسونامي العشر بقى اللي هنطبقه مع بعض باذن الله سبحانه وتعالى، رجال ونساء باذن الله سبحانه وتعالى، بحيث ان لعل ربنا يجعلها فتح علينا يا جماعة، فتح، والكلام ده يتحقق، ومعركة تحرير القلب تتم، والتسونامي اللي يهدم الذنوب نخرج كيوم ولدتنا وامهاتنا، والشيطان ياخد حتة صفعة يفضل وارم لحد السنة الجاية، لعل اخواننا العزيمة بتاعتك تتغير في الايام دي، لعل امراض الامة، لعل الناس لما ربنا يأذن كده الخمس ايام الجايين كلنا نجتهد في الدعوة ونجتهد في الاعلان عن هذه الايام ونجتهد، لان لو واحد خد الورقة دي وطبقها في ميزانك كل الثواب اللي قلناه، الغزوات وعبادة السنة في اليوم والسبعمائة ضعف في ميزانك، كل كلمة هتتطبق في الورقة دي في ميزانك، اوعى تتكسف، اوعى تضيع مصلحتك. عايزين الشباب اللي معانا على النت والبنات اللي معانا على النت والاخوات اللي معانا تحت والشباب، انتوا ربنا يبارك فيكم، عايزين نقاتل بكل السبل عشان أمة محمد في الكرة الأرضية تعرف يعني عشر ذي الحجة. اللي يعرف يجيب الورق ويوسعه يوسعه، اللي يعرف يعمل ورقة يعملها، اللي يعرف ينزل يتكلم يتكلم، اللي يعرف يجيب سي دي عن درس عنها ويوسعه يوسعه، اللي تعرف تترجم بأي لغة في العالم وتنشر الكلام ده في المواقع الأجنبية تنشر. إخوانا عايزين تسونامي، تسونامي على أمراض الأمة، تسونامي على أهل الباطل. تقدروا تبقوا تسونامي؟ تقدروا تبقوا زلزال؟ تقدروا تحولوا هذا الموسم إلى زلزال في قلب أهل الباطل؟ زلزال على الفشل والإحباط، ياللي راح منك رمضان، ياللي ما عبدتيش ربنا في رمضان، ياللي نمت في أكتر ليلة كل الناس قالت إنها ليلة القدر، ياللي قلبك مقهور على رمضان، جالك فرصة تعوض كل حاجة، جالك فرصة تبدأ من جديد بداية مع ربنا أخطر ما تكون، جالك فرصة تبقى ملياردير من أولها. عارفين التاجر اللي لسه نازل السوق ولسه في أول صفقة كسب 70-80 مليون جنيه؟ هو ده اللي لسه ملتزم امبارح ودخل على عشر ذي الحجة، لو استثمرها صح هيبقى عامل زي التاجر اللي خبط الخبطة الكبيرة من أولها. الموضوع كبير يا إخواني في الله، الموضوع كبير، عشان كده أنا عايز دلوقتي أقول لكم يعني عايزين نقف وقفات يا جماعة. أول وقفة، أنت عارف يعني إيه عشر ذي الحجة؟ أنا قاعد أقولك تسونامي وزلزال، أنت عارف يعني إيه عشر ذي الحجة؟ أنت عارف يعني إيه ربنا سبحانه وتعالى يقول والفجر وليالٍ عشر؟ يعني إيه ليالٍ عشر؟ يعني إيه ليالٍ عشر؟ ربنا العظيم لا يقسم إلا بعظيم. يعني هتلاقي الراجل يقولك، يعني أنا مش بقول يا صح ولا غلط، بس بقولك يعني الناس بتعمل إيه؟ يقولك وحياة ابني وعنيا ده همت وبصري وحياة ولادي اللي ما بترجاش في الدنيا غيره مثلا. يعني ايه قصده؟ ايه قصده؟ انه بيحلف باغلى حاجة عنده. يبقى الانسان لما بيحلف بيحلف باغلى حاجة عنده، ولله المثل الاعلى، يبقى دي اغلى موسم عبادة عند الله سبحانه وتعالى. ربنا لما اقسم اقسم باعظم مخلوقات السماوات، ولما اقسم اقسم باعظم اماكن مكة، فلما اقسم بزمن يبقى ده اعظم زمن عشر ذي الحجة. يا اخوانا جمهور العلماء ان نهار عشر ذي الحجة اعظم عند الله من نهار رمضان، ولكن اختلفوا في الليل. ناس الاتنين قالوا ان الاتنين فظاع احسن، في ناس يقولك الليل بتاع عشر ذي الحجة اقل من رمضان، ملوش فضيلة. ملوش فضيلة مين يا ابني؟ ده ربنا قال ولا قالين عشر، وجمهور المفسرين انهم عشر ذي الحجة. يا ابني انت بتهزر يا ابني، اتق الله يا ابني. يعني يا جماعه نحرر المسائل، زي يقول لك النبي ما صامهمش في كل السنين. يا ابني بس بالراحه، ما النبي ما صلاش تراويح، ما النبي ما رضاش يصلي التراويح عشان ما تفرضش، النبي ما صامهمش عشان ما تفرضش. العلماء قال لك لعله خاف ان تفرض. يا ابني بس بالراحه، ثم النبي صام او ما صامش
اختلف فيها العلماء، انما هم صيامهم له اجر عظيم ولا لا لم يختلف فيها عالم. يعني انا عايز اقول لك ان عايزين يا جماعه ما يعني ما نعرض الدين للناس بصوره ترغب الناس فيه. وليال عاش العلماء قالوا ان النهارده حاجه ما حصلتش، طب والليل حاجه ما حصلتش برضه، بس هم اختلفوا بقى ليله القدر الاعظم العشر اواخر رمضان ولا دول اللي اعظم، اختلفوا في دين. هو ممكن حاجه تبقى اعظم من ليله القدر؟ ممكن ليله القدر بكام ضعف؟ 60,000 ضعف. ممكن حاجه تبقى اعظم من ليله القدر؟ الحرم المكي 100,000 ضعف. العمل الصالح ب 100,000 ضعف. فاختلفوا، هو 10 ذي الحجه هتبقى اعظم ولا 10 رمضان الاخر هتبقى اعظم؟ وكلاهما عظيم. يبقى الاعظم الليل ولا النهار في 10 ذي الحجه؟ النهار، صح. ومع ذلك لما ربنا اقسم بايه؟ بالليل. اذا كان ربنا اقسم بالاقل يبقى الاعلى ايه بقى؟ اذا كان الاقل عظيم لدرجة ان ربنا اقسم بيه، امال الاعلى يبقى درجته عند ربنا ايه بقى؟ طب ليه ربنا اقسم بالليالي؟ لان هذه الايام ايام فتح من الله، لن يفتح فيها الا للي وقف قبل الفجر يقول يا رب عني وافتح عليا. كأنك لازم اللي ملوش ليل ملوش نهار، لازم تبدأ من بالليل تقول يا رب افتح عليا بالنهار. كأن الموضوع خطير يا جماعة، كأن الموضوع كبير يا جماعة. وليال عشر، وليال عشر بتقول لك انوي بصدق، انوي بصدق. انت قبل ما تلتزم كانت الساعة 2 بالليل والدنيا بتشتي تلج وعلبة السجاير بتاعتك خلصت، كنت بتعمل ايه؟ حد يقدر يقولي كان بيعمل ايه؟ كنت بتنزل في عز الضلمه وفي عز الليل وفي عز التلج تجيب علبه السجاير، في حين ان صلاه الفجر في عز نسيم الصيف ما تنزلش تجيبها. طب انت تعبت عشان المعصيه، اتعب عشان الطاعه. الشاب اللي عايز يجيب قرش حشيش بيعمل ايه؟ بيموت نفسه وبيدخل في حوارات، يعني فزع نفسه عشان حته مخدرات. اذا كان العاصي بيتعب عشان المعصيه كل التعب ده، اتعب انت عشان الطاعه. الولد اللي عايز يكلم بنت بيعمل ايه؟ استناه على باب الجامعه ويعمل شلبازات ويروح ياجر عربيه ويقف ويعمل النهايه بتاعته، وهو بيلعب دبل كيك قدامها ينزل رقبته تتكسر يتجبس 3 شهور فيها، فداها مش مهم، يخرج برضه يدور عليها عشان بنت. طب عشان الجنه تعمل ايه بقى؟ عشان الجنه تعملي ايه؟ يبقى وليالي عشر بتقول لك انوي بصدق، وليال عاش بتقولك صدقي ربنا، صدق ربنا. لما ربنا قال لموسى القاها يا موسى، موسى ما جادلش، القاها. رغم ان يعني القيها ليه يا رب وانا بنتفع بيها؟ بقت كل مشاكل حياته حلها في العصاية، اتشقلوا البحر الاحمر بالعصاية. لما ربنا سبحانه وتعالى قال له القاها والقاها، صدق ربنا. لما ربنا اقسم بالليالي العشر يبقى فعلا ده امر عظيم، صدق انها امر عظيم واستعد ليها. اوعى حاجه تشغلك عن العباده فيها. وليالي عشر بتقول لك اوعى شيء يعطلك عن العباده فيها. يا اخوانا، ورجل دعته امراه ذات ايه؟ منصب وايه؟ وشمال. فإن فقال ان ايه؟ اخاف الله. مالي بيقرا الحديث ده يتقال انها واحده دعته للزنا، في قول من اقوال العلماء انها واحده دعته للزواج. قال لا، امال مش عايز ليه؟ خايف جوازه زي ديت عايزه تفرغ، واحده مرفهه وغنيه وجميله عايزه واحد يعيشها شبابها. لا يا عم، انا عايز اتجوز واحده انا وهي نتعكس على بعض الباب الفردوس الاعلى باذن الله. يعني ساب الحلال عشان ربنا، انت مش عايز تسيب الحرام عشان ربنا؟ يا اخوانا اوعى واحد منكم يقول اصل انا عندي مشكله مش فاضل 10 ذي الحجه، واحده تقول نص دقيقه بس، واحده تقول اصل انا عندي هموم مش هقدر اركز في العباده فيهم، واحد يقول اصل انا عندي مسؤوليات مش هقدر. يا ابني احنا عاملين يا امه محمد، عاملين يا اخوه ويا اخوات، زي بالظبط واحد دخل مكان زي المسجد ده لقى كله مجوهرات، الجوهره الواحده تصرف عليه هو واولاده واحفاده مدى الحياه. قالوا له نص ساعه والباب هيتقفل. الراجل ده يمسك المحمول يلاقي رسالة واتس جاية له، يفتح يشوفها ايه؟ يمسك المحمول يلاقي رسالة جاية له على الماسنجر ولا على التليجرام، يفتح يبقى مجنون. يمسك المحمول كده يقول انا كان عندي مشكلة، اما اتكلم مع واحدة فضفض معاه يبقى مجنون. يا ابني ده هي نص ساعة، هي نص ساعة. يا ابني هم 10 ايام، مش وقت انك تفكر في هموم، مش وقت مشاكل. الغي كل التفكير من ذهنك واقبل على الله ولا تخف، علشان تكسب اعظم 240 ساعة في السنة كلها، من مغرب يوم الاربعاء اللي جاي لمغرب يوم السبت اللي هو اول يوم العيد.
لغروب شمس اول يوم العيد. 10 ايام، تلك 10 كاملة، 10 ايام وليال عشر، بتقول لك ان الموضوع كبير والموضوع عظيم والموضوع خطير. انت عارف يعني ايه 10 ذي الحجة؟ ونكمل بعد الاذان ان شاء الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اما بعد اخواني واحبابي في الله، يعني شبابنا ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. يا جماعة معلش انا اسف، انا ممكن اكون بتكلم بسرعة النهاردة، بس فعلا يعني ايه، انا يعني عايزين نوصل رسالة يا جماعة. انت عارف يعني ايه 10 ذي الحجة؟ حد منكم بدأ يلقط يا جماعة؟ انت عارف مكاسبك لو جهدت في العبادة فيها؟ يا اخوانا الايام دي بتوصلك لحب الله. الايام دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ايام، ما من، ما تدورش حصريا، ما من ايام العمل الصالح، العبادة والصلاة والصوم والقرآن والذكر، العمل الصالح احب الى الله فيها من هذه الايام. احب يعني الايام دي اكتر ايام ربنا بيحبها، يبقى مش هيعبدوا فيها غير اكتر ناس ربنا بيحبهم. عايز تعرف ربنا بيحبك ولا لا؟ عايز تعرف مقامك عند ربنا ايه؟ شوف ربنا هيستعملك في عبادته في الايام دي ولا لا. اللهم بحبك لي اغفر لي، قال لها لا، اللهم بحبي لك، قالت له لا، لولا حبه لي لما اقامني وانامك. عايز تعرف ربنا بيحبك ولا لا؟ شوف ربنا هيقومك في الايام دي ولا لا. شوفي ربنا هيقومك ويعينك في الايام دي ولا لا. يبقى اذا اردت ان تعرف مقامك فانظر اين اقامك. ما من ايام العمل الصالح احب الى الله فيها من هذه الايام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ يا رسول الله الجهاد، الجهاد يا رسول الله اللي انت قلت للراجل لو دخلت بيتك قعدت تصلي فلا تفطر وتصوم فلا تفطر مش هتحصل ثواب الجهاد. قال لهم: ولا الجهاد في سبيل الله. يا رسول الله، يا رسول الله الجهاد انت قلت فيه 100 درجة في الجنة للمجاهدين يطلع فوقهم كلهم. يا رسول الله انت قلت ان الجهاد ذروة سنام الاسلام والايام دي تطلعك لذروة سنام الاسلام. يا رسول الله ده حنظلة خد الفردوس الاعلى بجهاد ساعة، ده حارثة خد الفردوس الاعلى بجهاد ساعة، ده سيدنا جعفر خد الفردوس الاعلى بجهاد يوم. يا رسول الله وهذه الايام ترفعك فوق الجهاد في سبيل الله. يبقى معناها جاهد بقى في الايام دي، معناها ان الايام دي ايام تعب، لانك هتاخد ثواب المجاهد وازيد بالصلاة والصوم. يبقى لازم تجهد نفسك في العبادة في هذه الايام. يا جماعة حديث خطير جدا النبي عليه الصلاة والسلام قاله، قال لك: ما من عمل، ما من، ما من، زي برضو الحديث اللي قبله، ما من، ما تدورش، ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في 10 الأضحى. الحديث ده حللك أكبر مشكلتين في الدار الآخرة، أكبر مشكلتين. أزكى عند الله يعني إيه؟ يعني لما صحيفتك تعرض على الله أكتر عمل ربنا يحبك بسببه، أكتر عمل ربنا يرضى عنك ويعفو عنك بسببه، أكتر عمل ربنا يفتح عليك ويصطفيك ويختارك بسببه. يبقى دي قضية العرض على الله. طب أمال أعظم أجرة؟ يعني أكتر حاجة تتقل في الميزان وتكأل ميزانك وتخليك تطلع في الجنة. يبقى الحديث حل أخطر مشكلتين في الدار الآخرة، العرض على الله والميزان. يبقى 10 ذي الحجة بتخلص لك موضوع العرض على الله والميزان بإذن الله وحده. يبقى انت عارف المكاسب اللي انت هتجنيها لو جاهدت في العبادة في هذه الايام. انت عارف الايام دي بترفعك عند ربنا قد ايه لذروة سلام الاسلام، لفوق 100 درجة بتاعت المجاهدين بإذن الله. ربنا قبلك وفتح عليك فيها فتحا مبينا. من الايات اللي بتهز قلب الواحد قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحج: اللهم ارزقنا الحج يا رب، اللهم ارزقنا حجا مبرورا طيبا مباركا فيه، يسيرا سهلا مثمرا متقبلا يا رب العالمين. في سورة الحج: ويذكر اسم الله في ايام ايه؟ ها؟ في ايام ايه؟ ايه؟ هو ايه يا اخوان؟ ما هو في معلومات ومعدودات، معلومات، معلومات بتاعت سورة الحج اللي هي ايام ايه؟ على قول جمهور المفسرين 10 ذي الحجة. ويذكره اسم الله، ويذكره مضارع مستمر ما يبطلش ذكر،
اسم الله مش يذكر الله، يعني ارتباطك بالاسماء الحسنى في الايام دي في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها. كان الضمير الاول للغائب يذكره، ربنا بيتكلم عن حد، انما الوقت ربنا بيكلمك مباشرة فكلوا. ازاي انت بعد العبادة في الايام دي ارتقيت لان يكلمك الله، ارتقيت لمقام الخطاب المباشر مع الله، زي سيدنا موسى لما عبد ربنا واتممناها بعاش ربنا كلمه بعدها. يبقى شفت الايام دي بترفعك عند ربنا دي، شفت الايام دي بتعلم مقامك عند ربنا دي. انت عارف الصالحين عملوا فيها ايه؟ سيدنا ابراهيم حط السكين على رقبة ابنه في الايام دي، سيدنا ابراهيم نحت في صخور الجبال عشان يبني الكعبة في الايام دي، سيدنا موسى امتنع عن الطعام والشراب في الايام دي، ضحوا بكل حاجة عشان ربنا في الايام دي. دي ايام التضحية يا جماعة. اللحظة اللي ابراهيم حط السكين على رقبة اسماعيل فيها هي اللي ربنا خلاها العيد الكبير بتاعتنا، هو اللي ربنا خلاها العيد بتاعنا. دي الايام اللي ربنا ادى التوراة فيها لموسى، دي الايام اللي ربنا كمل لنا الدين فيها اليوم اكملت لكم دينكم. انت عارف ربنا عمل للصالحين فيها ايه؟ ايام النفحات والكرامات والعطاءات، يوم الحج الاكبر، اعطاء التوراة لموسى، الايام التي كلم الله فيها موسى، الايام التي فضى الله فيها اسماعيل بذبح عظيم، الايام التي اكمل الله لنا فيها الدين اليوم اكملت لكم دينكم. يعني انا عايز اقول لك ان لازم نعرف يعني 10 ذي الحجة، لازم نعرف قيمة هذه الايام. انا طبعا اذان العشاء جه مفاجأة بالنسبة لي، لم اكن متخيلة، انا كنت متوقع ان اذان العشاء يعني فانا الوقت بحاول اجري كده اعدي اسيب، وإلا يا جماعة فانا بسيب كنوز، بسيب حديث النبي عليه الصلاة والسلام، افضل ايام الدنيا العشر، افضل ايام الدنيا. انت يعني بص انت مركز معايا، انت سامعة النبي عليه الصلاة والسلام بيقولك ايه؟ افضل ايام الدنيا العشر. ايه ده؟ انت عارف يعني ايه افضل؟ يعني اكتر ايام ربنا يفضلك عن غيرك بسبب العبادة فيها. ولقد اتينا داود منا فضلا، ربنا فضله عن غيره بسبب العبادة. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. يبقى لو عبدت ربنا في افضل ايام الدنيا ربنا يفضلك عن سائر العباد. يبقى انت عارف يعني ايه 10 ذي الحجة؟ انت عارف يعني ايه افضل ايام الدنيا العشر؟ انت عارف يعني ايه ان يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام احب الى الله ولا اعظم عند الله العمل الصالح فيها من هذه الايام فاكثروا فيها من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. اكثروا كي نسبحك كثيرا. ده انت بتقتدي بالانبياء، ده انت بدأ يتقال لك الكلمات التي قالها الانبياء وهم يسألون الله ويعبدون الله. الايام دي بترفعك لافق مهول. افضل ايام الدنيا في تكفير السيئات، افضل ايام الدنيا في العهد وتجديد العهد مع الله، افضل ايام الدنيا في مضاعفة الحسنات. ركزوا يا جماعة، كلمة ابن عباس ان الحسنة ب700 ضعف ده كلام مش سهل يا اخوانا. ان المصحف ده 700 مرة في 10 ايام يتحط 700 ختمة في ميزانك. انت متخيل ده معناه ايه؟ لما ابن عمر يقولك ان العمرة في الايام دي احب اليها من العمرة في رمضان، في رمضان اللي في البخاري كحجة باجر حجة وفي غيره حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه ده؟ الايام دي المضاعفة فيها ايه؟ اللي الاوزاعي بيقولك ان عبادة اليوم باجر غزوة، اللي قتادة بيقولك ان صيام اليوم باجر سنة عبادة، ده صيامه. امال ذكره؟ امال لما تقعد كده من الفجر لتمانية تسعة عشر الصبح كده قاعد تسبح وتصلي على النبي وتكبر وتقلل، امال ده بايه؟ بعد كده تنام لك ساعتين ثلاثة كده وتصحى الظهر بقى، تصحى الظهر بقى ايه؟ قاعد لك خدوا بالكم ان الطلبة الوقت لسه ما دخلوش الدراسة، والناس اللي معانا اللي عندهم شغل ربنا يعينهم، ممكن الساعتين اللي هيعرفوا يوفرون في اليوم في النهار ربنا يتقبلهم منهم كأنهم يوم كامل. الطالب اللي عنده مذاكرة وامتحانات ممكن الساعتين اللي يعرف يوفرهم بالنهار ربنا يتقبله منهم كأنه يوم كامل، لان ربنا يعلم ظروف كل واحد. انما ما حدش له عذر. الاخت الحائض، طب امسك المصحف ازاي؟ بحائل. ويجوز ان تذكري الله ليل نهار، الذكر ماله؟ ويجوز ان ترتلي القرآن من حفظك، ويجوز ان حد يعمل لك المصحف كده حتى من بعيد على حامل وتقرأي بما شئتي وتقلبي الصفحة من خلال الجوانتي
يعني انت يعني اذا يا جماعة الفرصة مفتوحة للجميع والفرصة سانحة للجميع، مفيش حد له عذر. هم 240 ساعة هيتفتح باب المضافة ويتقفل تاني، انت حر. واحد شغال عند واحد قال له مرتبك في الشهر 1000 جنيه، بس في 10 ايام في السنة مرتبك في اليوم 1,000,000 جنيه. ايه هي كده؟ ما هو ده اللي بيحصل، مرتبك في اليوم 1,000,000 جنيه. فالراجل مستني العشر ايام دول لانهم دول نقلة العمر كله، مستني العشر ايام دول لان دول قفزة العمر كله، ده دول اللي هيطلعوا على وش الدنيا. اهو بالظبط كده، انت بتتعامل بالحسنة بعشر امثالها، جيت هنا اتعاملت بمضاعفات بقى لا يدري مداها الا الله سبحانه وتعالى، نقلة عمرك كله، نقل وتعويضة ذنوب عمرك كله. انتوا عارفين عشر ذي الحجة عاملين زي ايه؟ عاملين زي واحد في اخر ربع ساعة في لجنة الامتحان جاله فرصة هو مش مجاوب حاجة، جاله امل جديد انه ممكن يطلع من الاوائل. ازاي؟ خلاص السنة بتخلص يا جماعة، ذو الحجة ده اخر شهر في السنة اصلا، بعد كده تبدأ سنة جديدة كل سنة انت طيب. يعني في اخر السنة عندك فرصة انك انت تحصل كل الطقس اللي فاتك. كرم من ربنا، كرم من ربنا وفتح من ربنا ومدد من ربنا سبحانه وتعالى. هنعمل ايه في هذه الايام؟ هنعمل ايه في الايام اللي الصيام اليوم فيها باجر سنة؟ هنعمل ايه في الايام اللي عبادة اليوم فيها باجر غزوة في سبيل الله؟ هنعمل ايه في الايام اللي مضاعفة حسنات فرائضها ونوافلها اعظم من مضاعفة حسنات فرائض ونوافل رمضان؟ هنعمل ايه في الايام اللي الارقام بتتضرب بالسبعميات، المضاعفات بالسبعميات فيها؟ هنعمل ايه في الايام اللي عبادة واحدة في يوم واحد تكفر ذنوب سنتين، فما بالك بباقي العبادات؟ عشان كده العلماء قالك في عرفات بالذات، قالك التعريف بالامصار زي الامام احمد بن حنبل وغيره لما سئل عن هذا الامر، التعريف بالامصار ده جماهير العلماء يعني جمهرة عظيمة من العلماء، مش اقصد الجمهور بلفظ الجمهور، انما جمهرة عظيمة من الصحابة والسلف والعلماء. قالك ايه؟ قالك يوم عرفة ده تنزل تعريف بالامصار. قالك يعني التعريف؟ قالك التعريف يعني تقليد اهل عرفة. ويعني ايه بالامصار؟ قالك يعني انا واحد في مصر او في العراق او في الشام مش عارف اروح احج اعمل ايه، انزل اعتكف يوم عرفة في المسجد كأنك بالظبط في عرفات. قالك ليه؟ قالك قلدهم لعل ربنا يقبلك زي ما قبلهم. قلد ما يعني؟ ربنا كريم، ربنا كريم. فيعني هذا امر عظيم يا اخواني في الله واحنا داخلين عليه. طيب نعمل ايه؟ انا عندي شبهة يا عم الشيخ. ايه يا حبيبي الشبهة؟ ايه الصيام بدعة في هذه الايام؟ نعم بدعة. يعني مش فاهم يعني هو يعني بدعة ازاي يعني؟ ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم ادى ليه انه صام، في حديث صحيح انه صام وحديث صحيح انه ما صامش، يبقى معناه انه صام وما صامش، معناه انه اخذ وترك. طب ليه؟ ما النبي ترك التراويح خشية ان تفرض. يا ابني ما هو لو الامة كلها صامتها كانت فرضت، او كان غالبا ممكن تفرض. تاني حاجة ان النبي كان بيستقبل الوفود في من بعد فتح مكة، يبقى النبي كان مشغول، مش معقول وفد جاي لأقول له معلش اصل انا صايم الناس تتعقد من الدين من اولها، لازم نوري لهم يسر الدين ونكرمهم ونلاطفهم وناخد وند معهم لانها دعوة للاسلام لجزيرة العرب كلها. ثم مين قالك النبي ما صامش؟ ما هو ثبت بالحديث الصحيح انه صام 9 من ذي الحجة عليه الصلاة والسلام. يبقى الخلاف اللي بين العلماء يا جماعة مش ان الصيام فيهم مستحب ولا لا، الخلاف النبي صام ولا ما صامش. عرفتوا الفرق؟ زي اللي يجي يقول لك رجب لم يثبت فيه اي فضيلة. مين اللي قال الكلام ده؟ امال ربنا كلامه عن الاشهر الحرم ايه؟ ورجب الفرض شهر من الاشهر الحرم ايه؟ يعني قصدك لم يثبت فيه اي عبادة مخصوصة، انما عبادات رجب هي الصيام والقيام العادي بتاعت الدنيا كلها. يعني يا اخوانا يعني ندي يعني نقول اللفظ لا يوهم للي قدامك ان الموضوع ملوش قيمة، ملوش قيمة الصيام. واحد هيقول لك طيب الليل ملوش قيمة برضو. ليه يا ابني؟ او ما العلماء قالك النهار. يا ابني ده ربنا قال وليال عاش، ده ربنا اقسم بالليل، يبقى ازاي تهمله؟ واحد تاني هيقول لك طب انا هقدر اقعد بقى اعبد ربنا من الفجر للمغرب، ما انت هتريح في النص. طب يا ابني ما تصابر يا حبيبي، ده نظام العشر ذي الحجة بالثانية يا ابني، ده الثانية ترفعك رفع عند ربنا، اصبر. عشان كده احنا عاملين مشروع يا جماعة بإذن الله هيتناسب حتى مع المشغولين، حتى مع اللي عندهم امتحانات، حتى مع اللي عندهم سائر الظروف. ان شاء الله بإذن الله هنبقى هنا في مسجد الجماعة الشرعية في عشر ذي الحجة من اول واحد ذو الحجة لحد يوم عرفات بإذن الله. ان شاء الله بإذن الله هنبقى موجودين من امتى لامتى؟
هنبقى موجودين من اول الفجر. يعني انا بالنسبه لي بقول لك البرنامج اللي انا اعمله ان شاء الله باذن الله. انت بقى عايز تيجي تشاركنا تعالى، تعالى طول الوقت. لا انا عندي ظروف، تعالى في الوقت اللي يناسبك. انا ينفع اجي من الدور العصر، اهلا وسهلا. انا ينفع اجي معاكم العصر المغرب، تشرف. انا ينفع اجي من الفجر للظهر، اهلا اهلا اهلانين، على راحتك. انا جاي كله، يلا حبيب قلب الله يعينك. نشجع بعض ونحاول ان شاء الله ان احنا نشد مع بعض باذن الله سبحانه وتعالى. هيبقى ده اعتكاف؟ لا مش اعتكاف، لان احنا هنمشي قبل المغرب. قبل المغرب بتلت ساعة ان شاء الله باذن الله كله هيمشي خلاص، كله بقى يروح يفطر في بيته، او لو عندنا افطار في مكان من الاماكن، يعني 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 مسجد من المساجد عامل افطار جماعي، يبقى هنروح ايه نفطر وندي الكلمه بتاعه الافطار في هذا المكان. انما اللي عندي انا ماليش دعوه من اول المغرب يحصل ايه، ده كل واحد بقى له جدوله فيها. انما لحد قبل المغرب بتلت ساعه ان شاء الله باذن الله، من الفجر او من قبل الفجر كمان بساعه. يعني اللي عايز يجي يلحق قيام الليل قبل الفجر بنص ساعه او بساعه الا ربع او بساعه، المسجد بيفتح من قبل الفجر بساعه. ده نظام الطبيعه اصلا في المسجد. يعني ده اعتكاف؟ لا، هنمشي وهنروح من قبل المغرب، وهناكل في بيوتنا وهنروح بيوتنا. والمتزوج يمكن ان يجامع زوجته بالليل. انا بقول الكلام ده ليه؟ يعني بقولك مش اعتكاف خالص، مش اعتكاف نهائي. امال ايه ده؟ يعني اجتهاد بتشجيع مع بعض. يعني هنصلي مع بعض قيام ليل جماعي؟ لا مفيش. امال هنيجي قبل الفجر بساعه نعمل ايه؟ كل واحد ياخد ركن ويصلي. امال جايين ليه؟ نشجع بعض، نشجع بعض، نسخن بعض، نجتهد مع بعض. انما لا في قيام جماعي ولا في. امال هي ايه؟ ناس قاعده في بيت ربنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما توطن رجل المساجد، توطن قاعد بقى في المسجد للصلاه والذكر زي ما احنا ان شاء الله ناويين في عشر ذي الحجه، الا تبشبش الله اليه كما يتبشبش اهل الغائب بغائبهم اذا قدم عليه. كانك انت كنت مسافر في دار الغربه بتاعت الدنيا ورجعت توطن بقى، رجعت وطنك اللي هو المساجد، تعبط ربنا سبحانه وتعالى فيها. فشوف بقى فرح ربنا بيك، شوف بقى كرم ربنا معاك. يبقى احنا عايزين ننال الثواب ده. انما له اعتكاف وله صلاه جماعيه. فخمان ولا مو فخمان؟ فخمان. اصل في ناس هنا يعني بص هيخرج بره يقول لك ايه، الحقوا يا اخوانا ده يعني صيام عشر ذي الحجه بدعه وهم بيقولوا نصوم، والليل لم يثبت فيه اي فضيله وبيقول لك هنصلي بالليل كمان من زي مزيد من البدع على البدع بقى. والمكس في المسجد بدعه، بدعه منكره وضلاله، وبيقول لك هنقعد في المسجد. الحقوا يا اخوانا. فانتوا يعني يا رب فهمنا، يا رب يا رب فهمنا وفهم الاخوه والاخوات يا رب، يا رب فهمنا. يبقى اذا يا اخواني في الله، ما هو الا تعاون على البر والتقوى. اللي عايز يجي الفجر يجي، اللي عايز يجي الظهر يجي، اللي عايز يجي العصر يجي. وايه يعني؟ وحتى ما يعني يعني ما فيش افطار مع بعض، اللهم الا نحاول بقى ان الجمعه بتاعت عرفات طبعا هتبقى هنا. يعني عرفات ده اعتكاف ان شاء الله هنا، والافطار مع بعض هنا ان شاء الله باذن الله. والجمعه اللي هي هتبقى 2 ذو الحجه الجمعه الجايه ان شاء الله باذن الله، برضو غالبا هيبقى الافطار هنا. بس مش عارف بقى مين اللي يدفع الافطار. الشيخ جمال هنا؟ الشيخ جمال موجود ولا هربان ولا ايه؟ الشيخ جمال هرب؟ حد يا جماعه يبص عليه كده. الشيخ محمد ما فيش هنا رجال اعمال يا جماعه؟ فين؟ في كرم اهو، يا كرم الله. ما فيش هنا يا جماعه حد يقول لك انا شايل افطار الجمعه الجايه مثلا؟ يبقى ايه؟ شوف التليفون اللي بيرن. مفيش حد يقول لك انا شايل افطار الجمعه الجايه مثلا؟ عموما اللي عايز يشيل افطار الجمعه الجايه، والله انا لو معي اقسم بالله ملايين الدنيا ما تركت انسان والله يفطر باذن الله، والله اعلم يعني بالنوايا ده ما اظنه، والله هو الذي يعلم، والله حسيب الجمال، ما تركت انسان يفطر في عشر ذي الحجه ولا في رمضان على حسابه، ولا سبت حد يدفع. يا راجل ده بيقول لك اليوم بسنة عبادة يا راجل، يعني من فطر صائما فله مش مثل اجر، يعني كل واحد بتاخد عليه سنة. ده ايه ده؟ في حد معاه فلوس يضيع الفرصة ديت؟ يعني دي يعني فطبعا يا اخواني في الله ان شاء الله باذن الله، انا عارف ان انتوا كلكم مليونيرات، وعارف ان انتوا كلكم ما شاء الله يعني ايه نايمين على خميرة محترمة. فان شاء الله باذن الله بعد الـ بعد الـ 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 الدرس اللي احنا فيه، اللي عايز يتبرع بحاجه يجي يقول لي، يقول لي بس مبلغ كذا ورقم كذا، بس رقم تليفوني كذا ومبلغ كذا. السلام عليكم وعليكم السلام، في ثانيه كده
خلاص نلم بس كده فلوس بحيث ان الجمعه الجايه نفطر مع بعض هنا والجمعه اللي بعدها بتاعت عرفه نفطر مع بعض هنا ان شاء الله باذن الله. طب البرنامج داخلين هيبقى ايه؟ الفجر ان شاء الله هنحرص ان احنا كل يوم ناخد 10 ايات من سوره وبعد كده نعمل مقراءه في حفظ وتلاوه هذه الايات بحيث ان احنا نبدا بفهم القران وتلاوه القران وحفظ القران وتجويد القران. تخيل انت كده الجلسه ديت لما اتعملت كان لها نجاح كبير جدا. يبقى انت على نهايه العشر تبقى خلصت سوره باذن الله سبحانه وتعالى، خلاص فهم وحفظ وتجويد وكل حاجه. وبعد كده من الضحى ذكر، محدش يضحى بحد، حدش يبص لحد، دي مش ايام ننشغل فيها ببعض، كل واحد مع نفسه، لا عايز ينام ينام ولا عايز يذكر يذكر. طب وبعد الظهر برضه ذكر، العصر باذن الله سبحانه وتعالى هيبقى في كلمه بعنوان ضوء طعم الايمان. تعالى بقى ذوق طعم الذكر، ذوق طعم التسبيح، ذوق طعم الاستغفار، ذوق طعم الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، ذوق طعم القران، ذوق طعم الصيام، ذوق طعم الصدقه، نذوق طعم العبادات. ويبقى في جلسه قرانيه كده بعد العصر بسيطه، ناخد مجموعه من الايات نتدارس فيها، مره ناخد سوره الفجر مثلا نتكلم عن المعاني المهوله اللي فيها، مره ناخد مثلا ايات ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم، نبدا نتبنى في القران شويه. خلاص يا اخواني، وقبل المغرب بثلث ساعه ان شاء الله نترك بعض. طيب خلاص، يبقى الفطار ان شاء الله خلص يعني، الحمد لله موضوع الفطار ان شاء الله خلص في الجمعتين. طيب انتوا هتعملوا ايه في الخمس ايام الجايين؟ عندك ورقه عقد عمل، وعندك الورقه اللي قبلها اللي هي ورقه ايه، صفحه جديده مع الله، ورقه عقد عمل فضل ومنه الله كاتبينها بحيث انها تبقى جوله، يعني الواحد حرص وهو بيكتبها انها تبقى بطريقه جاهزه تاخدها كده تحفظها وتقولها زي ما هي، في جوله او في بتاع او في كلمه مسجديه. يبقى انت منعك ايه بقى؟ يا اما تشتري كميات، وبره بيتباع كميات من الورقه دي، بره بالنسبه للاخوه والاخوات، اخواتنا في نشر الهدايه بفضل الله بيبيعوا كميات من الورقه دي. يبقى انت اذا هتاخد وهتنزل بقى حبيب قلبي تقول للدنيا كلها احنا في الجامعات الشرعيه كل يوم من الفجر للمغرب يا جماعه قاعدين يا اخواننا في انشطه ايمانيه وعبادات، اللي عايز يجي ينورنا بيئه ايمان في افضل ايام الدنيا عند الله تعالى، يعني جرب معانا يوم ويشوف ان شاء الله باذن الله كرم ربنا. يبقى هنجاهد في الخمس ايام دول اخواننا على النت، جولات النت بقى واخواننا في المسجد والورش، ان احنا نعرف الدنيا كلها القضيه ديت وننشر القضيه دي في الدنيا كلها، لعل ربنا يفتح على ايدينا باذن الله. الورقه هيبقى فيها برنامج العبادات، الذكر، القران، ختمه القران اللي ب 700 ختمه، يعني اظن يعني ايه اللي هيقرا الورقه مش مطلوب انك تعمل كل العبادات دي، نقي عبادتين مثلا وركز فيهم، نقي بندين وركز عشان تقدر تثمر باذن الله سبحانه وتعالى. طبعا كلنا هنصوم، مين اللي هيصوم التسع ايام؟ كله هيصوم باذن الله، طبعا ان شاء الله باذن الله. مين اللي هيجي معانا في الجمعيه؟ مش شرط الوقت كله ولكن جزء من الوقت يوميا، يرفع ايده برضه، يبقى فضله منه الله سبحانه وتعالى. دي النقطه الثانيه، موافقه موافقه. حاول بقى في الخمس ايام الباقيين انك تستعد ايمانيا وتطول في الذكر على قد ما تقدر وترتب نظام نومك. حاول بقى ان شاء الله باذن الله ان انت تسمع دروس عن عشر ذي الحجه في الخمس ايام الباقيين دول، اشحن قلبك، اشحن قلبك في القضيه على قد ما تقدر باذن الله سبحانه وتعالى. يعني ربنا يحفظهم اخواننا يعني من احباب التبليغ والدعوه، لما سمعوا على الدرس النهارده فقرروا ان هم النهارده ياخدوه من بعد صلاه الجمعه قدر وصام طبعا للمغرب جولات عشان دعوه الى الدرس، يعني دعوه الى السماع عن عشر ذي الحجه. يعني في ناس شغاله يا جماعه جزاهم الله خيرا ربنا تقبل منهم، عايزين ده يبقى مجهودنا كلنا، عايزين ده يبقى الجهد معانا كلنا. طبعا اللي بيدخل على الواتس، خط الواتس بتاعنا اللي كان اسمه دين ديليفري وبنغير اسمه دلوقتي، يعني هو واتس افتح لي قلبك هنسميه ان شاء الله غالبا خط بين الناس، اللي مشترك معانا على خط الواتس او على الاكونت الجديد اللي انا عملته على الفيسبوك او على الصفحه الرسميه بتاعتي على الفيسبوك اللي هي دكتور حازم شومان دي ار بالانجليزي، دي ار حازم شومان بالانجليزي، او على موقع الطريق الى الله هيلاقي الاعلان بتاع الكتيب الجديد اللي بفضله منة الله نزلناه، اللي هو كتيب ايام لا تعوض، كتيب صغير وجميل وممكن في التوزيع الخيري باذن الله سبحانه وتعالى يعني يعمل شغل مع الناس لو انت اديته لحد وقلت له بس عهد على الله انك انت تقراه، يعني نبدا نشتغل. اللي عايز ارقام التواصل مع هذا الكتاب يدخل على صفحه الفيسبوك ان شاء الله باذن الله وهو يعرف الرقم اللي يجيب به هذا الكتاب. ربنا يسددكم يا اخواني ويبارك فيكم ويحفظكم. اظن ما عادش في حاجه.
اظن ما عادش في حاجه كده. اقول لك حبيب قلبي اظن هنوزع الورقه دي يعني خلاص. يعني بعض اخواتنا ربنا يبارك فيهم عاملين جدول محاسبه للنفس في 10 ذي الحجه، يعني هنوزع جزء منه. خد يا زياد، زياد خد يا حبيب قلبي بقى، وزع على الناس بس بعد صلاه العشاء. ماشي، وزع على الناس بس بعد صلاه العشاء. عاملين جدول محاسبه في 10 ذي الحجه. حد عنده اي سؤال؟ حد عايز اي حاجه؟ اتفقنا يا جماعه هنجتهد في الدعوه الى الله لهذا الموسم والاجتهاد للاستعداد ليه. ها، مين سخنان كده انه يجتهد في العباده في الايام دي؟ يرفع ايده كده او يرفع ايديه الاثنين كده. ها، يعني ان شاء الله يا اخواننا هنولع الدنيا، هتبقى تسونامي باذن الله سبحانه وتعالى، هيبقى زلزال كده نخرج منه متغيرين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير.